مبروك للهلال، اعتقد انه هاردك للريان، اعتقد بانه حضور ذهني، تركيز، رغبه، اصرار عند اللاعبين من بدايه المباراه، استطاع انه يحسم المباراه ويهدي رتمها ويلعب كيف ما يشاء بالثلاث اهداف اللي سجلها. في اعتقادي الهلال عنده ركائز اساسيه دائما تصنع له الفارق مهما تغيرت بعض العناصر. لما نتكلم عن نفز، نتكلم عن كلبالي، نتكلم عن بونو، نتكلم عن سالم، هذه ركائز دائما تصنع الفارق في المباراة، دائما حاضرة ذهنيا. الهلال مختلف. لما نجي نتكلم عن الصعيد الفني والتكتيكي، يعني جميل جدا اللي تفضل فيه كابتن أحمد، لما تجي تقارن المباراة وتقول أنا أبغى أعرف خصص كيف قاعد يلعب، تجي شوية تشوفه يلعب مباشر، في لحظات يستحوذ الفريق، في لحظات يحول اللعب على الأطراف ويفعل العرضيات، كرات ثابتة. هذه قيمة العين اللي قاعدة تختار للهلال، قاعدة تختار لاعبين بمواصفات، كل مركز له مواصفات ومهام. لما تشوف الدرجة العالية لكل مركز موجودة عند اللاعبين بحضور الشخصية، تعرف القيمة الفنية اللي يملكها الهلال. حاضر ذهنيا، لسان حاله يقول أنه أنا البطولة جديدة لكن أنا حاضر بشكل جديد. شفنا أن احنا الدوري السعودي ارتفع عدد المحترفين، لذلك هذه البطولة أجبرت الفرق المشاركة في النخبة أنها ترفع عددها. ترى اليوم الريان لاعب بتسع لاعبين، لكن فعلا مشكلة الريان أنه قابل الهلال بهذا الحضور الذهني، بهذا التكنيك العالي للاعبين. طيب هل احنا اليوم مثلا قاعدين نجامل الهلال؟ الهلال لعب الآن من بداية الموسم ثلاث بطولات، السوبر والدوري وآسيا النخبة. عندك أن تتخيل في هذه ست مباريات الفريق عنده ستة لاعبين تناوبوا على التسجيل وتسعة لاعبين في الصناعة، هذه ما تجي من فراغ. لا يمكن أن تجد هذه الإحصائيات إلا في فريق عنده رتم عالي، عنده تكتيك عالي، عنده مدرب يدير اللاعبين بإمكانياتهم بريموت كنترول. اليوم وأنا أشوف خيسوس يوصل إلى زاوية الملعب وهو يوجه، إذا أنا بالنسبة لي أنا أرى نفسي أنه أنا جزء من اللاعبين اللي موجودين داخل الملعب. مدرب لا يتكبر على الملعب ولا على اللاعبين، موجود عشان أنا فريق من ضمنهم، أحضر، أوجه، أتكلم، أساند اللاعبين بتوجيهاتي، اللاعبين فهموني، اللاعبين عرفوا الآن العصبية والتنرفز اللي عند خصص لمصلحة الفريق مش ضد اللاعبين. هذا عمل تكاملي في اعتقادي لا يأتي إلا لما تكون المنظومة قاعدة ترتفع شيئا فشيئا. لما تيجي تشوف العرضيات تلاقي سافيتش، نيفيز، متروفيتش قمة في جودة الإنهاء بالرأس، تجي على مستوى القادمين من الخلف تجي سالم، تلاقي مالكم بالتوظيف اللي موجود عنده والإمكانيات، يا أخي قلب نابض مالكم اليوم يصنع يفرح كأنه هو اللي مسجل. قيمة الفنية اللي قاعد يقدمها الهلال، يقدم قيمة فنية على مستوى عالي. يمكن عشان احنا ما نكون مبالغين، أقل مهارة موجودة هي استثمار عملية التسديد من خارج ال 18 عند اللاعبين، ولكن تجي بالشكل الإجمالي والمجمل لما تجي تشوف كانسيلو في البصمة اللي عملها في مباراة الرياض، ليناردو رغم أنه ما سجل يعني لكنه دخل في أكثر من كورة، بنفس الجملة هذه سجل في مباراة الريان، إذا هذا عمل مدرب. لما أجي أشوف الكورة أو الجملة التكتيكية تتكرر، هذا عمل مدرب. لذلك لما يقول أحمد مجدي خصص ما عنده مشكلة مع الفريق اللي يلعب معاه، لعب مع الرياض دون تقليل من الرياض، ولعب مع الريان بالقيمة الفنية في النخبة، نفس الجمل التكتيكية، أنا أفرض تكتيكي بقيمة لاعبيني بقوتهم. لذلك المختلف في الهلال القرار عند اللاعبين. في لحظة من المباراة أنت تشوف الفريق يستحوذ، فجأة الكرة راحت على أطراف الملعب وصارت عرضية، تك جاء هدف. هذا عمل فني على مستوى عالي.